الاستعمار والإسكان الشروع بعمليات التعبيد الخاصة بمدخل العاصمة بغداد الجنوبي، ما يجعل هناك مدخلا إضافيا للعاصمة إلى جانب المدخل الحالي، لافتا إلى أن هناك طريقين فرعيين أيضا سيكونان إلى جانب الطريق الرئيس قيد الإنجاز. يعتبر هذا الطريق من الطرق الاستراتيجية اللي تنفذ في العاصمة بغداد وفي عموم العراق، اللي تقوم بها تنفيذها وزارة الإعمار والإسكان دائرة الطرق والجسور. أهمية الطريق تكمن في أنه سيكون الطريق الرابط للعاصمة بغداد بطريق المرور السريع، سيكون منفذ جنوبي آخر بديل عن المنفذ الحالي اللي هو منفذ حلة بغداد اللي يمر قرب علوة الرشيد، ودائما هذه المناطق تكون مزدحمة ومكتظة بالحركة. بالتالي يوفر هذا الطريق عند افتتاح إن شاء الله وإنجازه حل لمشكلة الازدحامات في هذا المنفذ. يضاف إلى ذلك أهمية الطريق في أنه سيكون حقيقة ناقل للحركة من المحافظات الجنوبية باتجاه الرصافة دون مرور بمركز الكرخ، وطريق أيضا طوله 15 كيلومتر يمثل المرحلة الثانية بممرين، كل ممر 15.5 متر وطرق خدمية 9 متر من غربي وشرقي. تم إنجاز جميع الأعمال الترابية وأعمال الحصى الخابط، كما تم إنجاز جميع القناطر بالكامل. الطريق بمواصفات مرور سريع، يتكون من طريقين رئيسية وطريقين خدمية. مثل ما تشوفون اليوم العمل مستمر في جميع أيام الأسبوع، حتى في أيام الجمعة والعطل الرسمية يتكون الطريق من 4 طبقات، طبقتين أساس وطبقة رابطة وطبقة سطحية معالجة بالبوليمر. نسبة المشروع وصلت ما بين 65 إلى 67%. المشروع ده يصير وفق البرنامج الزمني، مشروع بطول 15 كيلو بأربع مسارات بالعديد من الجسور الفوقانية والتحتانية، لكن بعض الأحيان تبرز لنا بعض المشاكل اللي هي أقوى من إرادة الوزارة، وخاصة مشاكل القير. بالحقيقة بالفترة الأخيرة تجهيز القير أصبح من المشاكل اللي نعاني منها. ليش؟ لأن هذا القير خاصة صنف 40-50 هو الصنف الرئيسي المعتمد في مواصفات المرور السريع.